أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها، كذبت ثمود بطغواها، إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، لترون الجحيم، ثم لترون إنها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو العلي الحكيم. الله لا إله إلا هو السميع العليم. الله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الواحد الأحد. الله لا إله إلا هو الفرد الوارد. الله لا إله إلا هو الرؤوف الرحيم.
الله لا إله إلا هو العزيز الرحيم. الله لا إله إلا هو الظاهر الباطن. الله لا إله إلا هو الأحد الصمد. الله لا إله إلا هو الفتاح العليم. الله لا إله إلا هو العزيز العليم. الله لا إله إلا هو الحنان المنان التيان. الله لا إله إلا هو القادر القاهر. الله لا إله إلا هو الرافع العليم. الله لا إله إلا هو الرب العرش العظيم. الله لا إله إلا هو الملك القدوس. الله لا إله إلا هو الحق المبين. الله لا إله إلا هو الباعث الوارث. الله لا إله إلا هو الأسماء الحسنى. هو الحي لا إله إلا هو فاضئ مخلصين له الدين. سبحان برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. يا ودود يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا مبدئ يا معيد، يا فعال لما يريد، أسأل بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، وأسألك بقدرتك الذي قدرت بها على خلقك، وبرحمتك الذي وسعت كل شيء، لا إله إلا أنت يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجاتي وتقبل صلاتي واغفر لي خطيئتي. وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وظاهره وباطنه، والدرجات العلى من الجنة. آمين. اللهم إني أسألك خير ما آتي وخير ما أفعل وخير ما أعمل وخير ما بطن وخير ما ظهر، والدرجات العلى من الجنة. آمين. اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري وتضع وزري وتصلح أمري وتطهر قلبي وتحسن فرجي وتنور قلبي وتغفر لي ذنبي. وأسألك الدرجات العلى من الجنة. آمين. اللهم إني أسألك أن تبارك في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي.